طلاب قصر الصنوبر، مدرسة قصر الصنوبر شوي فات، الطالب محمد عزام. علي كنا. مشروعنا هو روبوت بيساعد بالتكنيس منشان يخفف من الشغل، لأنه في كتير عم يشتغلوا عم بيعانوا مثل تعاونات السكلين، عم يكنسوا كتير وعم يتعبوا آلام الظهر، فعملنا مثل روبوت إنه على القليل بيساعدهم شوي مشان مش أعمال منزلية، أعمال اللي على الطريق، حتى المواطير طاولات المدرسة بعد الفرصة. هلا هو المشروع نموذج صغير عن وحدة قد الطاولة.